أعماق المنطقة الجبلية في مدينة غريان الليبية يسعى أصحاب ما تبقى من الأحواش أو البيوت غير التقليدية المحفورة في كهوف جبلية لجذب زائرين لها من الليبيين والأجانب، ويرجع تاريخ بعضها لنحو 400 سنة مضت. ومن بين هذه الأحواش التي ما تزال قائمة حوش عمر بالحاج. طبعاً الحوش هذا حوش عمر بالحاج. طبعاً عمر بالحاج حفر الحوش هذا في سنة 1666 ميلادي. طبعاً عمر الحوش 352 سنة. طبعاً من سكن في الحوش هذا عمر بالحاج وأولاده وأحفاده وأحفاد أحفاده لها اللحظة. صممت هذه البيوت أو الأحواش لتحافظ على الحرارة بين 12 درجة و23 درجة مئوية طوال العام، ويضم كل منها 8 غرف و3 مطابخ، كما يتطلب حفرها وقتاً طويلاً، ويتم باستخدام أداة الطاجوق التي تشبه الفأس. طبعاً الشغل متواصل كل يوم، نين يكملوا من نهار يبدو نين يكملوا، أنا ما فيش توقيف، خاطر فيش أنه يقول لك اسمنت مثلاً ولا حديد غالي ولا كذا، لا التاجوق والقفة اللي هو التاجوق يحفروا به. بلغ عدد تلك الكهوف 4000 كهف، لكن معظمها دمر نتيجة للتغيرات المناخية أو الإهمال أو نزوح ساكنيه داخل ليبيا. الشغل مش زي قبل الثورة، لكن في شوي يعني ليبيين، في شوية أجانب مقيمين، يعني طبعاً نقولوا إحنا ممرضين والدكاترة الأجانب يعني يجوا مرة. طبعاً إحنا مش فاتحين طول الأسبوع، يوم الجمعة بس، اللي يمت الثانية يكونش بتليفون مسبق نفتحه له، لكن إن شاء الله السياحة تفتح وتفضل أفضل من قبل. تبقى هذه الكهوف مفتوحة أمام من يريد تجربة الحياة الليبية القديمة الهادئة بعيداً عن صخب المدينة.